16 الرضاع. أمرت الآيات القرآنية بالحرص على إتمام الرضاعة للمولود مدة عامين كاملين، وهو عين ما توصل إليه الطب الحديث في هذه الأيام، الذي أكد الأهمية القصوى للرضاعة الطبيعية للرضيع لتزويده بمصدر لا يضاهيه أي لبن آخر في قيمته الغذائية وفي تناسبه مع تطور الرضيع وفي درجة تعقيمه واحتوائه على مضادات الأمراض. كما أكدت الدراسات ضرورة استمرار الرضاعة لمدة عامين، وهو عين ما جاءت به الآية: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. 17 الطعام والصحة. أكد القرآن الكريم الفوائد العلاجية لعسل النحل: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، والتي كشف الطب الحديث تطبيقات شديدة التنوع وعظيمة الفائدة للتداوي والوقاية والتطهير الجراحي بذلك العسل. ناهيك عن الحكم الطبية البالغة التي تتكشف يوما بعد يوم للتشريع القرآني في تحريم لحوم الميتة والدم ولحم الخنزير، وفي ضرورة تذكية الذبائح أي إسالة دمها من الرقبة طبقا لتعاليم الإسلام، وفي تحريم الزنا والممارسات الشاذة، والنهي عن المعاشرة أثناء الحيض، وتحريم تعاطي الخمور وما في حكمها. كما أرشد الهدي النبوي بعلم من الوحي إلى الكثير مما يحتم الطب الحديث للمحافظة على صحة الفرد والمجتمع، سواء في نظافة كل أعضاء البدن كجزء من العبادات وسننها بالاستحمام والوضوء، والسواك للأسنان والاستنثار بالماء داخل الأنف، أو الاعتدال في الطعام أو في أسلوب تناوله وغسل اليدين قبله وبعده والمضمضة منه، ونظافة الثياب والمكان، والتداوي وتجنب العدوى والحجر الصحي للأمراض المعدية، والحفاظ على البيئة من الفضلات الآدمية للوقاية من الطفيليات، والاحتراز من مرض الكلب. نكتفي من هذه الجوانب كلها بالإشارة دون تفصيل، وهي كلها جزء من التشريعات القرآنية والسنة النبوية التي أوجب الإسلام اتباعها. 18 التاريخ الطبيعي. دراسة الحفريات القديمة هي الأساس للتعرف على تاريخ الكائنات الحية وتاريخ العصور الجيولوجية لكوكب الأرض. ذلك المنهج المتبع في البحث العلمي الحديث دعت إليه الآية: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. 19 فرعون موسى. بعدما طوى باطن الأرض تاريخ قدماء المصريين، مرت قرون طوال حتى اكتشف حجر الرشيد، ومن بعده المقابر الملكية ومومياوات الفراعنة، فانكشفت بذلك أسرار ماض سحيق، ورأى البشر كيف بقيت أجساد الفراعنة محنطة بما فيها مومياء أمنفتاح. الفرعون الذي غرق أثناء مطاردته لموسى عليه السلام، وبما فيها كل مومياوات ملوك الأسرة الملكية 18 التي عاصرت صراع بني إسرائيل مع ملوك مصر. الإعجاز القرآني هنا يتمثل في أن القرآن الكريم قد أكد بقاء جثمان فرعون الخروج كاملا سليما ليكون عبرة لكل الأجيال القادمة. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. 20 نبوءات التاريخ. تنبأ القرآن نبوءات صدقت ولم تكن لتصدق لو لم يكن القرآن من وحي علام الغيوب. أولها التنبؤ بحفظ القرآن الكريم عبر الزمان رغم نزوله في أمة تغلب عليها الأمية، وهو الكتاب الوحيد الذي لم يعتره تعديل ولا تحريف ولا اختلاف في نصوصه على امتداد الزمان والمكان.
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وثانيها التنبؤ بعجز البشر في كل زمان ومكان، ومنهم العرب أهل الفصاحة والبيان، أن يأتوا بكلام يضاهي بلاغة القرآن وسمو معانيه وألفاظه وكمال تعبيره وبنائه اللغوي وجمال جرسه وتأثيره. وقد كان فقد عجزوا جميعا حتى يومنا هذا بشهادة الواقع التاريخي، وظل النص القرآني نوعا فريدا متميزا، لا هو كشعر البشر ولا كنثرهم، بل هو قرآن فحسب. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وكذلك أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وكذلك وإن كنتم في ريب من نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وكذلك قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وتنبأ بأن في القرآن معاني وحقائق وأسرار غابت عن جيل الوحي ستتضح رويدا رويدا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. سيريكم آياته فتعرفونها ولتعلمن نبأه بعد حين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، كما تنبأ بفتح مكة والدعوة بعده في أضعف أحوالها وقد تكالب عليها وحاصرها الأعداء من كل جانب. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. وتنبأ بهزيمة الروم للفرس على عكس ما كان متوقعا بشهادة علماء التاريخ. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. كما تنبأ أخيرا بفساد البيئة برها وبحرها بأيدي البشر. قد لا يكون عجبا أن يذكر فساد البر، أما ذكر فساد البحر، والبحر لغة اسم جامع للبحار والأنهار، وما أصابه الآن من تلوث وهلاك للبيئة البحرية يعاني منه العالم أجمع في نهاية القرن العشرين، فذلك حقا هو الإعجاز العلمي والتاريخي الذي لا يتأتى إلا لخالق الكون العليم الذي صدق إذ قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. خاتمة. وأخيرا وقفة مع النفس. الآن وقد اطلعت في هذا المقال على قبس من البرهان العلمي لرسالة الإسلام، فقد أصبحت منذ الآن عزيز القارئ إنسانا مسؤولا أمام ربك خالقك الله الواحد الأحد. لعلك تراجع نفسك في لحظة الصدق متحررا من كل فكر مسبق لتعلم أن الأمر جد لا هزل. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وإنك إذا حط بالبرهان أصبحت عرضة للحساب الذي يقتضي منك المسارعة إلى اتباع دعوة الحق قبل فوات الأوان. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.
ولن ينفعك حينئذ حولك ولا قوتك ولا مالك ولا بنون. يوم لا ينفع مال ولا بنون. ولن يغفر لك الانقياد الأعمى لقوم أو طائفة أو لآباء أو عظماء. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. باب التوبة مفتوح على مصراعيه فهلم إليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. والإسلام دعوة إلى البشر كافة، يدخل فيه من يشاء دون وسيط بين العبد وربه، ولا إذن من سلطة دينية أو زعامة بشرية. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وأخيرا تذكر قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فاختر بعقلك لنفسك ما شئت من مصير.